اخر فقرة معانا فقرة صاحب التوقع الصحيح كابتن زياد حلمي. حقق حلمي وحلم كل الزملكاوية وتوقع النتيجة 3-0 رغم اني برضو كالعادة روضته عن نفسه في الكومنتات يا كابتن هزهم شوية يا كابتن طب نقسم البلد نصين، واصر على فكرة على رأيه يعني وقال لك يا دكتور احمد انت تعملوا ماتش على غزل المحل هتاخدوهم غسلوا. طبعا ابو باسم من اوائل الناس اللي توقعت فوز الزمالك فوز واداء، قالك هتفرموا المحلة يعني، يبدو ان هو كان في معسكر المغلق يعني وكده، ومش كده وبس كمان ده هو توقع قبل كده تعادل الاهلي مع البنك الاهلي. صاحب التوقع الصحيح هنا بقى ليه قصة بقى غريبة شوية، بقى هو حافظ الزمالك وحافظ الراجل اللي بيعمل الفيديوهات، قالك هيجي واحد في عز الهري اللي انت عمال تقوله والمحلة والالتحامات البدنية يتوقع 3-0 في عز المأساة اللي انت بتحكيها دي والتوقع يحصل. بص اقرا كده اقرا كويس بس كده، وهي دي قصة الفيديوهات بتاعتك واسطورة الفيديوهات بتاعتك. ويبدو ان انا ايه اتهرشت بدري بالنسبة للناس يعني، ولازم ابدا اطور من اسلوبي بقى عشان ما انقرضش بقى. الدزنا نور انقرض بقى لما ما طورش من نفسه والنملة استمرت يعني. مسك الختام الكابتن دودو، انا مش عارف هو الاسم جه معايا كده، انا مش عارف صح ولا غلط يعني، توقع برضو 3-0 للزمالك كده. هتخلوني الغي فقره التوقعات دي لاني يعني بنعمل ما شاء الله فيديوهات كتيره. لكن السؤال الفلسفي بقى، هل الزمالك بعد الاداء اللي شفته النهارده ده الفرقه بقى اللي تقدر تراهن على ادائها في الماتشات اللي جايه دي، ولا ده كان طفره وتتوقع منه اي كمين كالعاده يعني؟ وسلام.